بسم الله الرحمن الرحيم اراد الطاغيه ان ينفق اموال الشعب هذا الاسبوع من اجل العلاقات العامه لتحسين صورته في الاعلام البريطاني ولكن ان شاء الله غير ذلك فاذا بالاعلام ينقض عليه ويتهم البحرين في حكم بالتعذيب وبسوء معامله البشر وبانتهاكات حقوق الانسان ما اكثر المقالات والاخبار التي صدرت هذا الاسبوع لتؤكد أن البحرين هي أرض التعذيب وأرض انتهاك حقوق الإنسان وجاء قرار المحكمة البريطانية بالسماح بإطلاق اسم ابن نجله كمتورط في التعذيب وفق ما ادعاه البعض بعض الشهود جاء ذلك ليحرج النظام وليكشف الوجه الحقيقي أمام الرأي البريطاني العام البريطاني وليؤكد ان هذه الاموال التي انفقت على وسائل الاعلام وعلى العلاقات العامه لم تثمر بل فشلت لان الله لا يصلح عمل المفسدين انه انتصار اخر لشعب البحرين وفقه الله ونصره وخذل ظالميه ان شاء الله